طبعاً يعني الاتجاه العام حالياً بيسير نحو التحول الرقمي والرقمنة، وطبعاً طبعاً هذه الانتخابات الممكنة لا تتعارض مع اللوائح الشبابية كلها ولا أي لوائح بتتيح عملية الانتخاب الممكن. فدي يعني منظومة لا تتعارض أساساً مع الهدف اللي هو الانتخاب الحر. احنا النهارده طبعا بنشهد حدث غير مسبوق بيتمثل في ان النيابه الاداريه اللي كانت قد حصلت على براءه اختراع لمنظومه التصويت الالكتروني النهارده بتمضي بروتوكول تعاون بينها وبين وزاره الشباب والرياضه وبدعم طبعا وبالتعاون مع وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه. البروتوكول ده بيتضمن التزامات على عدد من الاطراف، من ضمنها استخدام البرنامج الخاص بالتصويت الالكتروني وتعميم التجربه بتاعته على الانتخابات التي تجريها الجهات الخاضعه لوزاره الشباب والرياضه سواء كانت مراكز شباب او انديه او خلافه، وفي نفس الوقت بدعم طبعا لوجيستي وتقني من وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه وعن طريق الاشراف القضائي اللي هتجري النيابه الاداريه واداره العمليه الانتخابيه بالكامل، بالاضافه لعديد من المزايا الاخرى. المنظومه دي والنيابه بتعملها احنا بنتطلع قدما ان يتم تعميم التجربه اكثر واكثر والتعاون مع اكثر من وزاره واكثر من جهه على مستوى الدوله، وده كله طبعا بياتي في اطار رؤيه مصر 2030 وتوجه الدوله والقياده السياسيه تحت قياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه لرقمنه الجهات الاداريه والعمل على منظومه التحول الرقمي في كافه مؤسسات الدوله.